كتير منيح، بكفوني حتى اسمعك. هلا انت دافع كل هالمصاري كرمال تسمعني؟ ايه، ما بدي منك شيء. شو بكي؟ ليه عم تطلعي في هيك؟ عن جد صدقيني، أنا ما بدي منك شيء. شو بدك لكين؟ احكي لي. شو بدي احكي لك؟ احكي لي عنك. ما في شي احكي. برافو. مهم كتير انك ما توثقي بالناس بسرعة. برافو. لا، القصة منا قصة ثقة. بس انت شو همك انا مين بكون وليش انا هون؟ المهم انا هون. صح. المهم انت هون. يمكن هيدا اهم شيء بحياتك. شو رأيك نتعشى سوا؟ في مطعم سوشي فاتح بجنن ومنك ضايقة مثله بحياتك. رح اطلب حتى ناكل سوا، اوكي؟ بدي جربه أنا وياك. اوكي. مش رح خليك تفلي لو كانت تمن حياتي. انت خلقتي لي انا وبس. اذا بتفلي رح الحقك لاخر الكون. اللي عم بعمله هلا هو كرمال كمل حياتي معك للاخر، مش لاني اخسرك. كرهتك، كنت ذكية ولعبت اللعبة معي للآخر. هيدي النجمة اللي عم تشوفيها عم تضوي بالسما، رح أطفيها بإيدي، رح نزلها تحت سابع أرض. هالدموع اللي عم تبكيكي إياهم رح بكي إياهم دم. رح توثقي فيها مرة بس. أنا مني إنسان سيء، الشر ما بيخلق معنا، الشر بيجي مع الوجع، مع الذل، مع القهر، بيجي مع لحظة مننام فيها جوعانين، ناس غيرنا الأكل عم تكبه، أنا حدا ما كنت لي وجود، كنت انطر زبوني تعطيني 10,000 ليرة احطهم بجيبتي. بس ما هي حسيت خير، حسيت انه المطرح اللي انا فيه اصغر مني بكتير. وانا مره عم بيعترف لزوجها اليوم انه كان عم بيخونها. يمكن لهاللحظه عم بيخونها، بس عم يبرر كل شي عمله انه ما كان عم بحس بالقوه. انت اقوى منها صدقيني. هي بتخاف منك،
بتعرف اني اقوى منها، بتعرف انه بحربها خسرانه معك. وانت ليه اصلا خلقت هالحرب؟ بتحس حالك رجال وقت تعرف انه اثنين عم يتخانقوا عليك؟ رجولة هي انك توجعني؟ انك تظلمني؟ شو عم تحس باسل؟ اللي شو عم تحس؟ بدي اكون معك. انسيها، اتركها. انت مفكرة انه تطلع من لعبة الكبار عيني؟ وانت مفكر انه اللعب مع الكبار هي؟ انا ماني صغير. بعمرك ما تصدق انه هي عم تشوفك كبير. انت كبير هون ببيتك، حد ابنك، بهالأوضة بس انت كبير. هي عم تشوفك صغير لانه عم تشتريك. ما بقى تبيع حالك برخيص. بتعرف وقت قريت المساجات يلي بينك وبينها تأكدت انك ما بتحبني. قريت حكي غزل عم بيقولوا جوزي لمرة تاني. حكي كان يقول لي يا لإلي انا بس. بس الليلة بعيونك شفت شي، شفت شي مشاعر عبالي صدقن. كرمال هيك انا ما رح فل، رح حارب كرمالك باسل. ولو طلعت كذاب على قليل بكون حاربت كرمالي وكرمال ابني. التليفون اللي عملتيه ما كان فينك تأجليه لحتى على القليلة تطفي الشموع مع بنتك؟ أوامرك هي بتعطيها للحارس تبعك، أنا منك ما باخد أوامر. خير، أنا بكرة نازل على الشام، عندي مشوار ضروري. طول عمرك تسافر وترجع قبل ما تقول. وبما أنك خبرتني قبل ما تسافر طلقني. لك أنت شو أنتي؟ شو طينتك؟ من شو معمولة انت؟ مجنونة بالمرة ما فيكي عاقل يعني؟ أنا حدا كتير طبيعي وعاقل، ما تجرب تقنعني إني مجنونة. أنا بس سكتت كرمال بنتك تاليا تما أنزع عليها فرحة عيد ميلادها. بس أنا ما نسيت إنك جربت تقتلني وما رح أنسى. ممتاز، وأنا أصلاً ما بدي إياكي تنسي. أنا عملت اللي عملته لحتى يضل بذاكرتك للمستقبل. لك انا مين تجوزت؟ انا شو تجوزت؟ هيدا هو عبدي اللي كنت حبه حب الدنيا كلها. كنتي؟ ايه كنت. وانت اللي وصلت هالحب لكره. هيدا اللي كنت رايحه تهدي تحنين فيه لتوصل لي اياه لما قلت لك خايف هالحب يتحول لكره. انت اللي وصلتنا لهون. انت كرهتني فيك. بلحظة بتكون إنسان طبيعي وبشري وفجأة بتصير مجنون. لك أنت مش بس حولته لكره، أنت حولته لخوف. هيدا هو الأمان يلي وعدتني فيه لما تجوزتني. لك أنا ومعك صايرة عم بخاف. إيه عم بخاف. بخاف فجأة تصير إنسان أنا ما بعرفه، ما بيشبه يلي تعرفت عليه أصلاً. خوفي منك وخوفي على بنتك. أي عمر بدك ياني كفيه معك بهالطريقة؟ مش بكفي الخوف اللي عيشته برا؟ كمان بدك ياني خاف جوات البيت؟ إيه لا، أنا ما بقى بدي خاف، ما بقى بدي أكون معك. طلع حالك بالمراية شوف، هيدا هو الإنسان اللي أنا حبيته وارتبطت فيه؟
علينا، قطعوا المي. الله يخلي لنا هالاناني. شو صار معك شيء؟ 185 تعليق كلهم من جماعه الله يفرج. ايوه احذري. شو هناتي؟ افتحي الرسائل على الخاص، ممكن يكون حدا بعت لك لهونيك، لانه كثير عالم بيكونوا بيعرفوا معلومات وبيخافوا يكتبوها على الحيط. لنا 5 سنين عايشين بالخوف. الحمد لله كل اللي بقيوا بهالبلد صاروا مقسومين نصين، نص من جماعة الله يفرج ونص من جماعة أنا ما بتعاطى سياسة، مع أنه كله محلل سياسي. ها بيطلع الدولار بصير كله محلل اقتصادي، بيحضر مباراة كله محلل رياضي. ما شاء الله عايشين بمجتمع الشاطر فيه بده يحلل شو عم يصير فينا وبيتنبأ باللي بده يصير، بس ما حدا بيسترجي يقول ليش هيك صار. لأنه ما حدا فينا بيعرف شو اللي وصلنا لهون. ما حدا متوقع نوصل لهون. لك دخيلك هلأ الحكي ما عاد مهم، ما نحن وصلنا وخلصنا، بس السؤال المهم هلأ إنه هلأ لوين؟ شو؟ ما بتعرفي؟ ليش أنت بتعرفي؟ على فكرة نحن منقسى على الناس اللي منحبهم ومنخاف انه نفقدهم، اما الناس اللي ما بيعنوا لنا منحط راسهم من المي ونجرب نخنقهم. مع هيك لاني بخاف عليكي وانا بخاف منك. كل ما بتسافر بتقلي هذا الحكي، وبس ترجع ما في شي بيتغير. خيفين اهرب بغيابك؟ خايف ترجع وما تلاقيني مركونة على الرف مثل ما تركتني؟ بخاف ما ارجع. خايف؟ انت؟ حلو منك هالاعتراف. ايه قدامك بس. صدقني انا تعودت على غيابك، ما في شي رح يتغير. وليش هالسفرة بالتحديد انت خايفين منها؟ ليش عم تخبرني عنه وانا بعرف انك كل يوم فيك تروح على سوريا وما تقلي؟ يمكن لاني بدي اياكي تعرفي اني بعيد، وبدي اياكي هالمرة بالذات تعيدي حساباتك من اول وجديد. ولا أنا طول عمري مش شاطرة بالرياضيات والحسابات، مثل ما أنت طول عمرك غايب عني. ديانا، مثل ما في ظرف فرض حاله عليكي، كمان هالظرف فرض حاله علي أنا. عابد، بلا لف ودوران وتبرير، أنت خسرتني. ما تجرب تقنعني أنك بعدك بتحبني. أنا باقية هون بس كرمال بنتك، وأنت عارف هيدا الشيء. كتير منيح. معناها اوعك تفكري انك شخص ما بينعاش بلا. عظيم، لكن صرنا 2. مشان الله بلا ما حدا يشوفنا روح. ليش ما اتصلتي امبارح؟ ما عاد فيني ادق لك امتى ما كان روح، بنحكي بعدين روح. ليش ما عاد فيك تدقي؟ خالتي لقطتني انا وعم بحكي معك. عرفت شيء؟ لا ما عرفت شيء، بس قالت لي ما حب، لان الحب بيوجع. انت شو قلتي لها؟ ما بعرف. خلص يا زلمه روح، الله يوفقك روح. يلا باي. لا تسلمي. ما بعرف باي. لما انا بحبي ما لح وجعك. جبتوا العنوان؟ الشباب عم يدوروا عليها. اسكندر،
أعطيني لمسة بس وبيكون عندك. حبيبتي قولي لي، انت عندك خبره بشغل السكر؟ انه يعني ما في بنت ما بتعرف تعمل سكر. يعني اشتغلتي قبل هلا بشي محل؟ بلا بلا، كنت اشتغل من قبل. وين اشتغلتي؟ بزملكا، بس المحل راح. طيب ومنشان اجرك كيف بتحبي تاخدي؟ راتب او على النسبه؟ لا يمكن راتب احسن، انه على القليله بعرف قد ايه بده يجيني وبحسب قد ايه بصرف. طيب انا رح اعطيكي 6000 ليره بالاسبوع، طبعا هاد غير التبس اللي رح تاخذيه من الزبائن، تمام هيك؟ تمام ماشي. انت ساكنه قريب من هون؟ لا والله الحقيقه هو يعني مانو كثير قريب، بس مو مشكله، انا مستحيل اتاخر. معناها خلينا نبلش فورا، لأنه في زبونة ناطرتني خبرها إذا جبت بنت بدل اللي راحت ولا لا. شو جاهزة نبلش فورا؟ إيه ماشي. هنادي ما بدي وصيكي، سرسرة مع الزبونات ما بدي. أكيد أكيد. غادة، يا غادة. نعم مدام. هنادي رح تشتغل معنا هون، خديها على غرفتها وشوفي شغلها. تفضل. بالإذن. تفضل. بتعرف قد صار لنطرتك؟ كان في حاجة تصير. وليش وشك تعبان هيك؟ شنيه مرضية؟ ولا أنا. شو في؟ شو صاير؟ صار امبارح قدرت تفوت على الباسورد تبع الفيسبوك تبعي. اف؟ شو هالحركات السخيفة هي؟ وريت تشاتس بيني وبينك. اي تشاتس؟ مش على اساس انت بتمحيهم بس نخلص حكي؟ هلا مرات بسكر اللابتوب فجأة ومرات ما بلحق محيهم، كان بعد في شيء منهم. ايه؟ بدها تبعتهم لجوزك. عن جد عم تحكي؟ مفروض هلا انا خاف وترجيها ما تفضحني، ما هيك؟ ولا بدك ياني مثلا اعتذر منها وانسحب من حياتك؟ شو بتفضل؟ فيك ما تتعاملي مع الموضوع بهالطريقة مثلا؟ أنا خايف عليكي ديانا. إيه ما تخاف. أنت عارف كم صفحة مزورة فيه باسمي؟ عودة تشاتس منسوخين من صفحتك أنت. في تفاصيل ما حدا بيعرفها غيري وغيرك. في أسرار ما بيعرفها الهاكر، صايرة بينك وبين عابد. في ليالي كثير قضيتيها بأوضة بنتك ما حدا بيعرفها، هي التفاصيل ما حدا بيعرفها غيرك أنت. من وين رح يجيب هالمعلومات؟ وأنت ليش مبقيهم؟ يعني هلا انا بدي ادفع ثمن غلطه انت عاملها؟ اه والله
برأيك رح تدفع الثمن لوحدك؟ أنت لحالك؟ إذا عرف عبد فيه شو رح يعمل يعني؟ هلا أنا ما عم بفهم، أنت خايف علي ولا خايف من عبد ولا خايف من مرتك؟ وين هي هلا؟ ليش؟ هيك فضول، حبي أعرف. ما عارف، تركت البيت. وين راحت يعني؟ مع أساس ما عندها حدا. ما عارف. إيه مش مشكلة، أنا بعرف. شو بدك تعملي؟ هي قررت تقلبها حرب، فليكن نقلبها حرب. ما كانكن غليتوا علينا شوي؟ لا ما غلينا عليكم، هدول روسن يلي بالاجتماع ويلي راح تطير ما بتسوى. هي للحقيقة بتسوى صر معي، بس اللي أنا بعرفه إني إلي خاطر عندك. شغلات صغيرة على عيني، بس بشغلة فيها المعلومات هاي ما حدا له خاطر فيها. شايفني محروق متمسكتني من إيدي اللي بتوجعني. أي ولا يهمك. أي الرعبو؟ كامل؟ لا ده مخصوم منه الغلطة تبع المرة الماضية، بس هالمرة الله يرضى عليك ما بدنا غلط بنوب. هالمرة محسوبة 100%، كل شي مظبوط. ماشي، ده كان بدي المكان والتوقيت ومين رح يكون موجود ومين ممكن يتخلف، وإذا استجد شي كل 10 دقايق بتخبرونا. اعتبرهم صاروا عندك، بس شو مشان بقية المبلغ؟ بعد التنفيذ بساعة تقبض. مشي الإذن. وبعدين؟ فيك تعطيني فرصة حل هالموضوع على الرايق؟ لا تنسينه ابني معه وسري معه. الموضوع بطل بينك وبينه، فما في اتركك تحلها لحالك، لانه انا صرت طرف بهالموضوع وانت اللي وصلتني لهون. شو بتوقع اعمل يعني وهي عم بتعددني؟ لك هي اجبن من انه تعمل شيء، صدقيني. بعتذر، ما تعودت تكون رهن مزاج حدا، رهن قوتها اللي ما بعرف امتى بتظهر، وفجاه رهن جبنه اللي ما بعرف امتى بيخلص. حتى اللي عندهم التشات صاروا طرف بالموضوع. لك يا عمي هيدي مقطوعة من شجرة ما عندها حدا، كذابة. عم تحكي هيك لتخوفنا؟ ايه خاف انت لحالك، انا ما بخاف. مش عم بفهم، هلأ جاي لتقنعني انه ما فيها تعمل شيء وانت مش نايم كل الليل؟ وهلأ فجأة القصة بتنحل؟ ما سمعت صوتك كيف كان امبارح على التليفون، كنت عم ترجف. وليش خايف بعدين اذا ما بيطلع بأمره شيء؟ وصوتك وطريقتك بيدلوا انه بيطلع بأمره شيء، كيف هاي؟ وانا ما فكرتي فيي؟ شو رح تعملي فيها؟ رح تحطيها بالحبس؟ رح تجرجرني وتورطني معها؟ ايه ما تخاف، انت بالسيف سايد. ما حدا رح يصدق وحده مجنونه. بدك تعمليها مجنونه؟ مش انا اللي رح اعملها، رابور الحكم هو اللي رح يثبت هيدا الشيء. ديانا، انت بتعرفي كثير منيح انه عابد زلمه سيء وعاطل، وانت اللي بتقولي انه الدم اللي عم بيصير واللي عم ينزف له علاقه فيه. مع هيدا كله عم تحمله اسمه وصورته، لانه بي بنتك واسمه رح يضل معلق فيها. انا كمان عندي ولد، ما بدي بكره يكبر ويقولوا عنه ابن المجنونه. هي فلت وانا ما بدي اياها ترجع على البيت بقى. ما بدي اللي عم بيصير بيناتنا يصير على حساب اولادنا. ويا ترى هي وينها هلا؟ منا بالبيت؟ Thank you.
بصراحة ما توقعت المفاجأة تكون بهيك مطرح. أنا اخترت مكان بيشبهك، حلو مثلك، عجبه؟ كثير، فوق الوصف. ديانا، تتجوزيني؟ بتعرف شو يعني يكون مرتك؟ بعرف. وبتعرف كمان قديش الطريق ممكن يكون معي صعب؟ أنا بعمري ما حبيت الطرق السهلة، طول عمري بحب الطرق الصعبة. بس خليني أقول لك إنه الزواج من فنانة يعني ما في خصوصية ولا حرية. ليك اللي بيعيش بالضو ما بيكون عنده مساحة عتمة يعيش فيها حقيقته. بالضو أو بالعتمة، أنا هون لحتى نكمل مشوارنا مع بعض. أنا هون لحتى أكون شريك. وأنا قبلت. تأكدت إنه مش بالبيت؟ حكل حال هذا البيت بيتك ومعك مفتاح وساعة اللي بدك فيك تجي. أنا لما بقول إنه هالبيت له نسختين مفاتيح بس يعني له نسختين، وبظن كتير منيح إنه سلامتك إيهم بإيدك. فينا نحكي شيء؟ عم بسمعك. بتتذكر آخر طلب طلبتي مني؟ طلق. عظيم. وبعد ما طلقها؟ رح كون معك. ليه؟ انت طلقتي؟ نحن اتفقنا. ديانا، بدك اني دمر حياتي وتعيشي انت حياتك عادي؟ بدك تحرميني حياتي لحتى اكون انا الاحتياط؟ ليش عم بحس انك عم تتراجع عن اللي قلته؟ لك مش عم تراجع عن اللي قلته، ولا انا من الناس اللي بترجع بكلامها. بالعكس، انا بدي اياك اليوم قبل بكره. المشكله مش عندي، المشكله عندك انت. نحن مش مسلسل درامي. طلاق في قصة بيكتبها الكاتب، بعدين بنمثلها للممثل بوج الممثلة، بعدين كل واحد منهم بيفل بطريق. لا، طلاق هو فعل صعب كتير، مش بهالسهولة اللي شايفتيها. طلاق منه قرار، هو طريق أنا عم بمشيه، بس بعد بدي شوية وقت لأوصل لنهايته. وقت قديه يعني؟ أنت قادرة تتركي عابد هلأ؟ أنا تركته نهار اللي عرفتك. عم بحكي فعليا، بالحقيقة قدام المحكمة قدام الناس. أنا بحاجة لحجة حقيقية لأقدر أطلب الطلاق. عظيم، بس تصيري حرة بصير أنا حر. الله معك. تفضلي دكتور نطر. أنا جاهزة. اثبتي لي إنك عاقلة وأنا غلطان. Thank you.
شو؟ في شيء لفت نظرك؟ انت وحدي ما في شيء بيلفت لي نظري غيرك على فكرة. لكن انا بنقي لك وانا بشوفها كثير بتلبق لك. مين غيرك بحق له ينقي اصلا؟ مبروك. مدام ديانا اهلا وسهلا، نورت المعرض. كيفك استاذ جاد؟ بوجودك صرت منيح، كيف فيني ساعدكم اليوم؟ ولا عجبتني هالسيارة، شو سعرها؟ هاي السيارة بحسب لك اياها لإلك ومن الآخر لآخر $50,000. لإلي لإلي؟ من الآخر. وأنا اشتريت. تعطيني ورقك لسجل لك اياها؟ الصراحة ما راح تكون باسمي، راح تكون باسم المسيو. عفوا ما عرفتكم على بعض، مسيو باسل. جاد تشرفنا إلي. معك بطاقتك؟ هي أكيد. أوكي أنا راح بلش بالمعاملات دغري، يلا بالإذن. تفضل. اسفه اني لبكت كثير. ما تقولي هيك، دخيل قلبه اذا في اهضم منه، انا اعطيته الببروني تبعه. يسلموا ايديك. وين ماشية؟ خليكي بدنا نتغدى سوا. لا معلي خالته، خليني امشي قبل ما يرجع جوزك. ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي شيء، انا عم وفر عليكي وجع الكلمة. بعرف انه جوزك ما بيطيق يشوف صورة وجهي، يمكن ولا وجه حدا من العائلة. لمين بقي غيري انا وانت من هالعائلة؟ خالته انا قلت لباسل انه رح اقضي كل نهاري هون، وقال لي انه رح يرجع يخني بعد الظهر. كرمال هيك رح ارجع لعندك تا ما يعرف اني فليت. احسن بس معلي خالته، ما بدي يعرف انه ما بقي لي حدا، ما بدي يكسرني اكثر ما انا مكسوره. ما في شيء بدعها في المرأة قدام جوزها غير انه يعرف انه ما لها عائله. بخاطرك خالته. طيب وين رح تروحي؟ في معك مصاري؟ ما تعتلي هم، يمكن جنينه هي المطرح الوحيد بهالبلد يلي القعده فيه ببلش. باي. الله معك. بسرعة مشان الله بسرعة.